ولمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أحمد جنيدي أستاذ الإدارة العامة بجامعة فاروس. أهلا وسهلا بك معنا في هذه التغطية على شاشة إكسترا نيوز. دكتور أحمد، يعني بداية بالتأكيد تابعت كل تفاصيل افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، كيف ترى بداية تفاصيل لها علاقة بالتنمية المستدامة في هذه المدينة، الخدمات الموجودة في هذه المدينة وتأثيراتها؟ طبعا في البدايه، طبعا النهارده شفنا الانجاز الضخم اللي فتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي هو افتتاح مدينه المنصوره الجديده، ودي من المدن اللي بيسموها مدن ده الجيل الرابع، او المدن اللي بتهدف الى تحقيق التنميه المستدامه. في البدايه طبعا الدوله عندها رؤيه وعندها خطه استراتيجيه طويله المدى اللي احنا بنهدف الى تنميه مستدامه، يعني تنميه تلبي احتياجات الجيل الحالي دون المساس بحقوق الاجيال القادمه، يعني بحسن مستوى معيشه المواطن، يكون في تنميه حقيقيه تلمس مستوى معيشه المواطن. ومن ضمن المحاور اللي بتشتغل عليها الدوله لتحقيق التنميه المستدامه هي افتتاح بقى المدن الجديده زي مدينه المنصوره الجديده، وان شاء الله بعد كده هيكون في مدن في الصعيد والجنوب. يعني ما مدى تاثير دكتور احمد هذه المدن، مدن الجيل الرابع، في جذب الاستثمارات، خاصه ان فيها بنيه تحتيه جاهزه لذلك؟ بالظبط، دي اهم عنصر، دي اهم ميزه بافتتاح المدن الجديده، هي جذب الاستثمارات. طب احنا محتاجين عمليه الانتاج ومحتاجين عمليه التصدير، والانتاج والتصدير مش هيجي الا من خلال يكون في وجود استثمارات مباشره وغير مباشره. طب اجذب الاستثمار ازاي؟ عن طريق بقى وجود مدن جديده يكون في بنيه اساسيه وتحتيه اساسيه، وشبكه طرق وشبكه كباري، شبكه مدن جديده يكون مخططه على اعلى مستوى عشان اقدر اجذب منها الاستثمارات. يعني من متابعتك دكتور أحمد للمرحلة الأولى من المنصورة الجديدة، مدينة المنصورة الجديدة، إلى أي مدى هي تشبع هذه الحالة من يعني البنية التحتية اللي حضرتك تكلمت عنها؟ تمام، دي طبعا معمولة على بنية تحتية على أعلى مستوى، تخطيط عمراني، شبكة طرق ممتازة، بتستخدم كمان مصادر الطاقة المتجددة، يعني كل حاجة صديقة للبيئة. شفنا مؤتمر المناخ وشفنا أهمية الاقتصاد الأخضر، ومن ضمن تحول الاقتصاد الأخضر يكون عندك مدن جديدة تخدم مياه نظيفة أو طاقة متجددة نظيفة معتمدة على الطاقة الشمسية وغير معتمدة على الوقود البخوري، ودي متمثلة في المدن الجديدة، بالتالي هتبقى عوامل جذب كبيرة جدا للاستثمار. وتاني حاجة عوامل جذب للسكان، أنا من مشكلة مصر الأولى من وجهة نظري هي طبعا مشكلة الانفجار السكاني أو الزيادة السكانية، فالمدن الجديدة دي هتعمل إعادة توزيع للسكان، وفي نفس الوقت هيكون مدن مؤهلة وتؤدي الى تنميه حقيقيه، هيبقى في جامعات، شفنا جامعه المنصوره الجديده، هيكون في مستشفيات، في مدارس، وبالتالي دي عوامل جذب للسكان، وبالتالي عوامل جذب للاستثمارات، واحنا في اشد الحاجه لهذه المدن الجديده، وانا شايف ان دي من اكبر انجازات الدوله المصريه اللي هي زي حياه كريمه، وبالاضافه الى انشاء المدن الجديده اللي هي مدن الجيل الرابع، مدن على اعلى مستوى وهتحقق ان شاء الله رفاهيه للمواطن وتحقق رؤيه التنميه المستدامه ان شاء الله. يعني دكتور أحمد، حضرتك ذكرت نقطة في غاية الأهمية وهي أيضا جذب السكان، ليس فقط جذب الاستثمارات، هنالك فرص عمل كثيرة، والنهاردة تم الحديث عن الجانب الاقتصادي، الأنشطة الاقتصادية المرتبطة أيضا بالأنشطة السكنية. بالضبط يا فندم، طبعا من ضمن عوامل الاستثمار ان هو هيكون فيه طبعا من ضمن فوائد، قصدي انه هيكون فيه توفير لفرص العمل الجديدة. شوف النهارده لقاء السيد الرئيس مع بعض رجال الاعمال هناك في محافظه البقاليه او في المنصوره، شفنا اهميه التوسع بقى في المشروعات واهميه التوسع في دور القطاع الخاص، فطبعا المدن الجديده دي هتكون جاذبه للاستثمارات، جاذبه للمشاريع، وبالتالي توفير فرص عمل وان انا اقضي على البطاله، ودي مش رفاهيه، دي اصبح لا غنى عنها. طبعا النهارده السيد الرئيس النهارده اشار ان البنيه الاساسيه والتحتيه دي لا غنى عنها، ودي اللي هتؤدي الى بقى التنميه الحقيقيه، وليس يكون في ان انا اشتغل بموضوع المسكنات وبتاع، لا، ده احنا بنعمل عندنا رؤيه استراتيجيه الدوله حريصه على تنفيذها، وان شاء الله القادم هيكون افضل باذن الله. وتوفير فرص العمل دكتور احمد مش بس لما هذه المدن تكون جاهزه تماما، لا، يعني في مراحل الانشاء هنالك فرص عمل عديده، والنهارده الرئيس السيسي تحدث عن توفير الاف الشركات التي تساهم في هذه المدن لتوفير فرص عمل كثيره بالالاف. بالظبط يا فندم، احنا شفنا يعني شركات المقاولات وطبعا توفر فرص عمل سواء مباشره او غير مباشره، في حركه في حركه المعمار، موضوع انشاء البنيه التحتيه والاساسيه، شفنا مشروعات حياه كريمه في القرى المصريه، فدي كلها طبعا بتشغل الاف من فرص العمل، وبيكون لها طبعا دوره اقتصاديه، وبتشغل مجالات كمان متعدده غير مجالات العقار،
طبعا ده معناه ان في شغل وفي حركه اعمار، وبالتالي بيكون في طبعا توفير من فرص العمل حاليا، وان شاء الله هيكون في توفير فرص عمل مستقبليه عند انشاء بقى المشاريع اللي هتكون في هذه المدن الجديده ان شاء الله. احد ايضا المشاريع المفصليه هو محطه تحليه المياه في المنصوره الجديده، كلمنا عن اهميتها وتاثيرها في هذه المنطقه بالتحديد. بالظبط، طبعا احنا عندنا المشكله بتاعتنا طبعا عدد سكان كبير، عندنا طبعا حصتنا من ميه النيل هي ال 55 مليار متر مكعب، فبالتالي كان لازم من التحول بقى لمصادر جديده لاستخدام المياه، والدوله برضو عندها استراتيجيه برضو متمثله في المؤتمر او التوصيات بقى مؤتمر المناخ، ان احنا بنعمل محطات لتحليه المياه واستخدام كمان مياه الصرف لاعاده استخدامها في الزراعه مره اخرى. بالنسبه لمحطه تحليه المياه برضو من المشروعات القوميه المهمه جدا، لا تؤدي الى طبعا ان انا اعمل استصلاح اراضي، وان انا استخدم المياه في مجالات المشروعات وفي مجالات الزراعه بعيدا عن بقى استخدام نهر النيل، فده يعتبر مصدر متجدد للمياه، وبالتالي هيؤدي الى التنميه السريعه في هذه المدن دون الضغط على مصدر المياه الاساسي اللي هو ميه النيل. اخيرا دكتور احمد، يعني تحدثنا عن كافه المشاريع، الحقيقه خلينا ننتقل الى الجانب السكني، والجانب السكني الحقيقه في مجموعه كبيره من الفئات المختلفه، بنتكلم عن اسكان اجتماعي، بنتكلم عن اسكان متوسط واسكان فاخر، برايك الى اي مدى يمكن لهذه المدن الجديده وبالاخص مدينه المنصوره الجديده انها تستوعب كل الاطياف؟ بنتكلم عن العداله الاجتماعيه في هذه النقطه. مع التنميه الاقتصاديه او التنميه المستدامه الحقيقيه، ان انا براعي فيها كل المستويات، يعني النمو الاقتصادي يبقى في عداله في التوزيع، بحيث ان احنا كل المستويات سواء الطبقه العليا او الوسطى او الطبقات الدنيا تستفيد، وده بيدل على والدليل على كده ان احنا شفنا موضوع السكان اللي هو تبقى جذب للسكان باختلاف طبقاتها، مش مجرد انها تبقى طبقه معينه دون اخرى، لا ده هتبقى اختلاف الطبقات، وبالتالي هتكون في عمار حقيقي، وهتكون مدينه او مدن حقيقيه فيها كل اطياف المجتمع، وبالتالي ان شاء الله يتم تحسين رفاهيه او مستوى معيشه المواطنين، خاصه في اللي هم في الطبقات الدنيا او الطبقات الفقيره او المتوسطه، وبالتالي القضاء على العشوائيات. بالظبط، طبعا دي اهم من ضمن اهم الفوائد برضه للقضاء طبعا على العشوائيات واثرها السلبيه الكبيره اللي احنا عارفينها طبعا. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور احمد جنيدي، استاذ الاداره العامه بجامعه فاروس، شكرا جزيلا لك.